مرحبا، اليوم بس حبيت أشارككم بعض المعلومات السريعة حول جهاز الأوثيرا أو الأوثيرا. الحقيقة هو عبارة عن جهاز يستخدم موجات صوتية مركزة. من الناحية السيفتي هو جهاز آمن خصوصا بالاستعمال الصحيح. الهدف من هذا الجهاز هو إحداث شد للمنطقة اللي عالجته، بحيث أنه يشد سطح العضلة الخارجي. الشد اللي يحثه هو شد عميق وليس مثل باقي الأجهزة اللي هي تستخدم موجات راديوية تشتغل على سطح الجلد فقط. المناطق اللي ممكن نستفاد من عدها الوجه منا إلى هنا، ممكن الوجه مع منطقة الذقن أيضا، ممكن الوجه والذقن والرقبة إلى حد عظام الترقوة. هذه المناطق كلها ممكن نعالجها بالأوثيرافي ونحصل على شدة حلوة ومعتدلة بعد جلسة واحدة فقط.